أنا أخ أمين أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، بالله العظيم ثلاث مرات لم أقل إلا كل كلمة حق، وما قلتش غير 10% من الكلام اللي بدي أقوله نظرا لضيق الوقت، وكل واحد بقول غير هيك فهو مفتري كذاب مجرم. إحنا تبهدلنا، إحنا نهنا. كان توجه من طرفكم للمسؤولين، اتصلنا في الأخسرين في وإحنا في مرميين بريت الأوتيل، فش لنا حجز، قال أنا انخدعت كما خدعتم أنتم وأغلق الجوال، بدوش حد يتصل فيه. نعم اتصلنا، حاولنا هنا بعد ما روحنا لقوا أجل الناس يسلموا علينا من أعضاء اللجنة، قالوا إحنا متأسفين وإحنا كنا نعرف شو بيصير فيكم. الله أكبر، تعلمون اللي بده يصير فينا وساكتين؟ كان بس سليم اللي بيعرف شو بده يصير فينا؟ قالوا وعدوني الأخ سليم، يعني بيستأجر على الوعود، في اليوم بعد شرف وعود لازم أوراق موقع رسمية، طلبوا منا أوراق فاوتشر في الفندق، فيش معنا ولا أي ورقة ولا أي إثبات، ولا في أي مندوب يستقبلنا، ولا حدا يدافع عننا، كله هربت، كله عارف حاله شو عامل.